ونبدأ بنادي مانشستر يونايتد مع قاسي السعيد. الاستياء يتصاعد وغليان داخل غرفة تغيير الملابس، انتقادات كبيرة يوجهها اللاعبون للمدرب تين هاج الذي يبدو على أعتاب باب الرحيل. محمد هادو موسمين حنتكلموا على تين هاي يعني ماهوش مدرب في المستوى تاع مانشستر يونايتد يعني ما يتحكم لا في غرفه تبديل ما يتحكم في اللاعبين. نظن باللي الخطا الوحيد هو لما اتوا بهذا المدرب اللي ما قدرش يعطي الاضافه لمانشستر يونايتد، ما قدرش يغير يعني حتى خطه اللعب ديال مانشستر يونايتد. نظن باللي الايام تاعو راهي معدوده في مانشستر يونايتد. نعم، توتنهام تشيلسي اقوى قمه في هرم مباريات الدوري الانجليزي، ستلعب يوم الاثنين بحول الله. نيوكاسل سيستقبل ارسنال والسيتي سيستقبل بورنموث. اسبوع هادئ في انجلترا ما عدا هذه المباراه القويه ديربي لندني مثير بين توتنهام وتشيلسي. حقيقة الفريق توتنهام يمر بفترة زاهية في الدوري الإنجليزي، نراه أيضا أنه فريق مستوياته الثابتة محمد في كل السنوات، هو يلعب سواء على المراتب الأولى أو نراه في كل مرة ينافس ويبارز الفرق المقدمة. فيما يخص تشيلسي تذبذب في نرى أنه فريق تشيلسي يعاني ككل موسم في الدوري الإنجليزي، حتى وإن في بداية الموسم كان عندنا باصيص أمل باللي أنه عودة تشيلسي القوية ممكن راح تكون، ولكن أراها مباراة صعبة بالنسبة للفريقين، ولكن أرشح أكثر فريق توتنهام. نعم، في إسبانيا ريال سوسيداد سيستقبل برشلونة وريال مدريد يستقبل رايو فايكانو. برشلونة ممنوع عليه الخطأ خاصة بعد خسارة الكلاسيكو، الفريق أصبح 4 نقاط، وبنظر إلى الأتليتيكو الذي يلعب أمام لاس بالماس في هذه اللحظات، وبالإضافة إلى أن ريال مدريد يستقبل الرايو. الرايو لما تقيس الرايو مع ريال مدريد يبقى فوتو بين الفريقين، بالإضافة إلى أن برشلونة عليه ألا يخسر، وأعتقد بأن الفوز مفروض عليه، أصبح يلعب تحت الضغط الآن بالنظر إلى تأخره في النتيجة. استعاد بيدري أيضا أثناء في خضم هذا الأسبوع، استعاد أيضا بيدري العائد بعد أكثر من شهرين ونصف من الإصابة، بقي له فقط فرانكي دي يونغ من بين المصابين. نتمنى أن تكون خيارات تشافي كما يقولوا مطابقة للواقع، ولا يلجأ إلى تغيير من أجل تغيير مثل ما فعل أمام ريال مدريد، وخاصة إقحام روميو في وسط الميدان، لأنه ريال سوسيداد بقيادة إيمانويل ألغواسيل في ملعب الأنويطة واحد من أقوى الفرق هذا الموسم بقيادة بريس مانداس، إضافة إلى أويار زابال وأفضل لاعب ربما منذ بداية الدوري بعد بيلينغهام في الدوري الإسباني اللي هو تاكي فوساكوبو. لاعب ممتاز جدا. بدأ الموسم بأفضل طريقة، حتى تشافي قال بأننا لن نترك له المساحات في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم قبل تنقل الفريق إلى مدينة سان سيباستيان. ما عدا ذلك كل شيء في يد برشلونة، البطولة لا تزال طويلة، لكن مباراة الأنويطة يجب تجنب الهزيمة فيها من أجل تجنب الدخول في أزمة حقيقية في الليغا الإسبانية. نعم، جود بيلينغهام منذ انتقاله إلى ريال مدريد فاز بجائزة الشهر 3 مرات متتالية، أوت سبتمبر وأكتوبر، 3 شهور في ريال مدريد، 3 مرات لاعب الشهر، 13 مباراة، 13 هدف، 3 أسيست، 8 مرات رجل المباراة، 3 مرات لاعب الشهر كما قلنا، وأفضل لاعب شاب في العالم. هل تعتقد بأنه الأفضل في العالم في هذه الانطلاقة؟ نعم، أولا بيلينغهام أفضل لاعب في العالم حاليا. حاليا نعم، حنا نرشحه اللاعب اللي ما كانش عنده مدة طويلة باش يتأقلم مع الفريق تاع ريال مدريد، وهذا ما كسر يعني كاع الكلام اللي كان يقولوا هذا اللاعب مازال ما تاقلمش، ما يعرفش اللغه، ما يعرفش الطقس، ما يعرف حتى شيء، ولكن يعني مباشره دخل في الدوري الاسباني ونشوفوه او يؤدي في اداء كبير. انطلاقه خرافيه وغير طبيعيه. خرافيه غير طبيعيه، غير طبيعيه حقيقه. الشاب كيما هذا اللي يعرف كيفاش يتاقلم مباشره مع فريق، اي فريق، فريق كبير هو ريال مدريد، يعني على الاقل الناس تقول نصبر له، ولكن هو مباشره دخل في عمق ريال مدريد، وهو ولا اليوم نقول باللي القائد الفني لريال مدريد.
نعم تفضل. لاعب ليس بأناقة زيدان ولا سحر رونالدينو أو حتى رونالدو الظاهرة، نعم، ولكن تراه كيف وأين يتموقع لتسجيل الأهداف؟ تراه باللاعب الذي يحسم النتيجة النهائية للمباريات، وأي نادي مثل ما تفضل أخي محمد وقال، نعم، النادي الملكي نادي ريال مدريد. لو يستمر بيلينغهام بهذه الجودة وهذا الريتم العالي وهذا النسق أيضا، ممكن أنه راح يكون ليس أحسن لاعب في العالم حاليا، ولكن سنة، نعم، أو سنتين القادمة حيكون الأحسن، نعم، لاعب في العالم. نعم، الأخبار موجودة منذ صباحة الأمس بقوة حول مبابي وإمضائه المرتقب في ريال مدريد الموسم القادم. يقولون بأنه ريال مدريد يكون قد حسم الصفقة بشكل شبه رسمي في الكواليس يا ميدو. والدئاب كل عام إبيزود، كل عام سيزون. هذا المرة قال لك حتى رقم مبابي تم تجهيزه. اسمح لي ميدو، اسمح لي. قال لك حتى رقم مبابي تم تجهيزه وسيرتدي الرقم 10، وبأن فلورنتينو 35 مليون. معلش اسمح لي، وبأن فلورنتينو بيراز اقتنع بأن الحلقة المفقودة في سلسلة ريال مدريد هي كيليان مبابي، وخلاص بنسبة 99% مبابي سيلعب في النادي الملكي. ماذا يزعجك في الأمر؟ يزعجني ولا شيء، فقط أنه هذا المسلسل منذ سنة 2017 كل مسلسل عنده نهاية. ليه؟ والنهاية ستكون سعيدة لأنصار ريال. هو شوف مبابي للديستيني بولو ريال مدريد، لن يلعب ربما في نادي آخر بعد البي اس جي سوى في ريال مدريد، نعم. لكن هذه الأرقام وهذه الأحاديث والرقم 10 و 35 مليون والتيك تاك والصفقة انتهت ومبابي ومنه، أنا لن أؤمن إلى غاية ظهوره في مدريد. خلاص حتى القميص جاهز رقم 10 سيرتدي الرقم 10، لأنه بعد كل شيء بعد رحيل لوكا مودريتش سيرتدي الرقم 10، كل الأمور مجهزة. وحتى بعض الصحف الفرنسية والإسبانية تحدثت بأنه فلورنتينو بيريز لا ينوي دفع أي مليم نهاية العقد، نعم، لإدارة باريس سان جيرمان، وسيأخذه مجانا. فقط مبابي مطالب بتخفيض العلاوة السنوية 70 مليون يورو يأخذها سنويا من إدارة البي اس جي، ربما ستكون في حدود 30 إلى 35 مليون. الراتب تاعه يقال، نعم، بأنه 35 مليون أورو، نعم، سيكون راتبه 35 مليون أورو في نادي ريال مدريد لو ينتقل هذا الصائف. أعتقد بأنه مبابي ضيع موسمين أو ثلاث مواسم هكذا قبل ضيعهم رياضيا، لكن استفاد ماديا أكيد. 80 مليون أورو في سنة راتب بدون علاوة مكافأة بريمفيداليتي في جوان في جوية الماضي 60 مليون أورو. وما حكاية مبابي مع الكرة الذهبية؟ في كل موسم يأتي من أجل التصفيق والعشاء ثم يرحل خائبا. والله لست بالداري، اختياراته هي من دفعته إلى أن يدخل في كل مرة مسرح شاتلي من أجل التصفيق على اللاعبين الآخرين. نال جائزة أفضل لاعب شاب في سنة 2018 بعد كأس العالم، لأنه كان أقل من 21 سنة، بعدها لم ينال جوائز كثيرة، ربما ما عدا كيديروا ليكيب ديلاني يعطيه له أمتي تخوفي معهم، ما عدا ذلك ما كانش ينال جوائز. نعم. لذلك قلت لك بأنه ضيع موسمين أو ثلاثة رياضيا مع البي اس جي، لأنه لاعبين في مثل سنه، تصور هو الآن قريب من سن 25 سنة على ما أعتقد، 25 سنة. ميسي كان عنده إن لم تخن الذاكرة كان يملك 4 كرات ذهبية، نعم، ورونالدو كانت عنده كرة ذهبية. لذلك المال صحيح سيلونار دو لاغار ويقول لك لارجون في بال بونور مي كوفري بتيت بارتي دو مالور، لذلك ان غروند بارتي دو مالور. لذلك المال ربما في كره القدم ليس هو كل شيء، صح انه مهم، لكن حتى المسيره اليوم مبابي في سن 30 سنه قد يجد نفسه لا ينال اي لقب او كان تروفي ماجور مع هذا المونديال اللي داه مع المنتخب الفرنسي. لذلك اتمنى ان ينتقل لريال مدريد، لانه ذلك هو ما قاله، هذا ما قاله لويس اريكي عنه ايضا، مبابي سيفوز بالعديد من الكرات الذهبيه، نعم، لكنه يحتاج الفوز بالالقاب مع النادي والمنتخب بجانب ادائه الفردي، نعم، الجيد جدا. كلام ميدو فيه شويه غيرها قاسي سعيد. لا ما كلامه منطقي اذا اراد مبابي لا يريد للمسلسل ان ينتهي،
لا شوف محمد، إذا أراد مبابي أن يكون يعلى فوق سطح كرة القدم العالمية ما عليه إلا يخرج من بي اس جي. بي اس جي راح يفوز بالدوري الفرنسي ويفوز بكأس في فرنسا وبس. نعم. لكن على الأقل إذا أمشي فريق كبير، ولا ما مشيش ريال مدريد، عندك سيتي عندك برشلونة، ولكن إذا مشى لريال مدريد نقول باللي مبابي راح يتصدر وراح يكون من أحسن لاعبين في العالم.